كولتور بلس. سعداء باستقبال ممثلتنا سلوى محمد وجميلة الممثلات. ده كيف كيف صحة شريبتك للا سلوى؟ ربي يفضلكم، نحب نقول صحة شريبتكم للناس الكل. فرحانة برشا بتواجدي معكم. نحن عايزين وجوه نيرة وليداتي الكل محلاكم. مرحبا ونحن نفرحوا ربي يعينكم وصحة شريبتكم. نفرحوا كي تكون بحذانا ونفرحوا كي راوكس ده كيف كيف في الشاشة التونسية. سلوى محمد من كينيا ما كانش في ضيفة شرف ما ظهرتش في التلفزة التونسية. علاش؟ هل اليوم نحكيه على مخرجين جدد ما عادش يخموا في الممثلين الكبار متاعنا، في الناس اللي خدمت أنجح المسلسلات من متاع روسية وغيره من الأعمال اللي كنت بنورة فيهم؟ شنو اللي صار؟ معناها ثم عروض جاتك سلوى محمد ولا لا؟ لا لا، ما يجونيش العروض، على خطر أنا بالنسبة لي أنا أي عروض تجيني مسعدة باش نخدمهم، لأني تكلمت في الموضوع هذا عدة مرة. إنسان اللي خدم على مدى برسك 50 سنة معناه شبعان بالبطولات، شبعان بالعمل، شبعان بكل شيء، اسمه موجود، شهرته موجودة، من أولنا ما نجريوش على الفلوس، على خاطر مهنتنا في تونس عمرها ما كانت تصور منها فلوس ولا تكون منها حاجة. لابخوفوني حتى اللي ياخد متويكة وعاملين ديفيدي تغيا رافيهم ما هماش أغنية وما عندهم حتى شيء، مساكن بلادنا الفن ما تصور منه حتى شيء مالغزمة. نصور محبة الناس وهذا اللي عايشين به إلى يومنا هذا. مش معناها سلوى محمد تحب أدوار على قياسها مثلا؟ لا لا لا، ما فماش دور على القياس، يا دي غران كوميديان، يا با دي غران رول. وقت اللي يبدا دور صغير وسيكونس واحده، فما في افلام معناها امريكانيه والا اوروبيه تلقاها الممثل يتعدى في سيكونس واحده لكن ياخذ شهره كبيره. معناها انت في كينيا ما كانش، ما خممتش برشا كي جاتك العرض من عبد الحميد في ضيف الشرف؟ بالعكس، فرحت برشا لانه عمل ناجح وعمل جديد بالنسبه لي انا. عمري ما خدمت حاجه من النوع هذاك، وفيه برشا ابتكار وفيه برشا تجديد، دونك بالنسبه لي انا سيتي حاجه جديده اكتشفتها. وبالطبيعه ولد صديقي وزميلي وخويا لطفي، ما نجمش ما ترفض الطلب، ما نقبلش. ماهوش صراع اجيال سلوى محمد اليوم انه ثم معناها مجموعه من الممثلين اللي قاعدين يطلعوا توا وما عادش راهو برشا الممثلين نتاعنا اللي شفناهم كما قلنا في مسلسلات كما كان كما ماتوس وكما صيد الريم وكما منام تاع روسيا. هل هو صراع اجيال برايك انت معناها؟ لا ماهوش. انا برشا ناس مره الاخرى نقرا في واحد عامل تعليق قال بربي يزيهم ما خدموا فيه البركه خلوا البلاصه لغيرهم. علاش؟ فما ممثلين في عمرنا احنا يجيو هكا من الشارع يجيب امراه كبيره باش تعمل دور مراه كبيره. بالنسبه لادوارنا لابد انهم تكون ناس عندها ماضي وراها، عندها باك جراوند باش نجم تواجه وباش نجم تعمل الدور نتاع مراه كبيره. ما نجمش يخدم طفله صغيره باش نقولوا فكيني لهم بلايصهم، ما نفكوا في بلايص حتى حد. احنا نحبوا نخدموا تبقينا ادوارنا. عندنا مشكله اخرى، احنا مش كيما في مصر. في مصر الناس اللي في عمر معين يتكتب لهم خصيصا الادوار. احنا ما عندناش ناس تكتب حتى تكريما لهم، تكريما وزاد عندهم حتى هما قصص ينجموا يحكيوا عليهم. اي فو 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 ديزيكريفان تو سامبلومون. وقت اللي تلقى كاتب ياخو ناقصين، احنا في الحوارات ولا القصص نتاع المسنين فما 20,000 مسلسل. كريمة مختار مثلا الدور نتاعها اللي عملته حمادة عزو تكتب لها هي، اللي هي شخصية ماما نونا اللي اغلبيه قبل اغلبيه المقاتل توا ما زالت موجوده. يعني كتبت لي في اغلبيه الممثلين الكبار وحتى في اوروبا وفي امريكا. وقت يشوف ممثل كبير في العمر راهو تعمل له بالذمه اللي هو سيناريو يتكتب خصيصا للممثل الفلاني. احنا مازال ما عندناش هذا اولا، ثانيا معناها حياه المسن ما يش مهمه برشا باش يحكيوا عليها. ديما نلقاو مركزين كان على ان كوبل جون يحبوا بعضهم درا شنو من نوع من المشاكل هذم كان الكبار مشاكلهم ما تهمهمش. ثم اعمال قلت انت اليوم ريت فيها روحك سلوى محمد من الاعمال الاخيره اللي قاعده تتقدم، هي تحكي على السنه مثلا؟ لا ما ريتش روحي في حتى مسلسل. تبعت زوز مسلسلات اللي تفرجت فيهم والا بالنسبة لي أنا زوز مسلسلات كهو، خاطر الباقي ما هو مش مسلسلات. دونك المسلسلات الزوز اللي تفرش فيهم اللي هو جبل الأحمر وإلا فلوجة فيه كيفاش نقولها، صفعة كبيرة من الأول، صفعة كليناها الناس الكل، لكن بعد الحمد لله بيان سور سي سامي الفهري سي توجور لوي كيفي سا من الأول يعطيك حاجة هكا يرهوجك بها. مش هو المخرج؟ مش هو
لا هو 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 صاحب العمل، هو اللي قرر كل شيء، احنا نعرفه هذا. سامي زميلي قداش من عام معايا في الإذاعة والتلفزة، كان يعني نعرفوه مليح. يسي فيزي لي شوز، يختار الأعمال عنده بيت معين يحب يوصل له. إما هذا سوس الجمني وراء العمل الذي بتاع الفلوجة، سوس الجمني وراء العمل بتاع الفلوجة ديما ديما ثم امبرانت سامي. تقول انت مدرسة تعتبره ولا مدرسة سامي فهري؟ تعتبره ولا مدرسة سامي فهري؟ مش مدرسة، هو مول المول عايش بنتي نحكيه على مدرسة. أنا مدرسة هو وزير التربية مش مدرسة، هو اللي يحكم في كل شيء. قلت لي ما شفتش روحي في المسلسلات هذوما، أما تقييمك ليهم سلوى محمد الأعمال؟ والله يقبل كل شيء، هلي كل الناس اللي خدموا في هزوز أعمال هذوما مهما كانت المستويات ومهما كان العمل. سيدي جابيا اللي عنا زوز مسلسلات تعديوا بهين تبعتهم العباد، وخاصة أن شفنا فيهم برشا ممثلين بهين برشا 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 دي برو على الاخر، واللي يلزمهم يكونوا متواجدين على الساحة كما نصر الدين، كما محمد السياري، كما محمد علي بن جمعة اللي سنة فتق مواهبه اللي تي اكسلون. برشا فرحت لهم اللي كانوا متواجدين في الأعمال هذوما واللي خلوا بصمة كبيرة. بالنسبة للبنيات اللي شاركوا زادا نهنيهم برافو. الوليد زادا نوح اللي تي اكسلون. فما 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 برشا اكتشافات أحلوة برشا، إن شاء الله يتلهوا بيهم بركة، على خاطر احنا ديما خافوا في بلادنا أن الناس هذوما ودياغوا إنو سون با لي مو لي سول. فما برشا اللي اكتشفوهم قبل وينهم ما عدناش نراوهم، كما احنا الحمد لله كنا أولاد الوطنية، الوطنيين كنا موظفين، ما معناها بصيف علي عديت 50 سنة ألافيل فيها. على كل حال هو الهيكله تبدلت، لانه يعني قبل كانت الاذاعه والتلفزه هي اللي تخرج الممثلين، وايضا انتم متقاعدين من مؤسسه الاذاعه التونسيه. صحيح صحيح، صحيح. لكن البرينيه يجوا يخدموا معنا، يجوا ياخذوا ادوار ويشاركونا، مش كان على الفرقه معناها مختم معناها. السؤال هذا يطرح الجيل كامل، انا اللي هنا في تقديري الخاص يعتبر اللفاح نتاع الدراما التونسيه. سيادتك مدام سلوى ومدام منى نور الدين ومدام الله يرحمها خديجة بن عرف، يعني بقاوا على مستوى الإعادات. منى نور الدين راهي ماهيش تابعة للإذاعة، راهي لا نحكي على هذوما من الناس اللي يجوا يعاونوا وقت نسحقوهم نجيبوهم. برشا ناس يجيبوهم من سواء من الفرقة البلدية أو من المسارح أو من أي مكان، يسحقوهم يجيبوهم يشاركوا، لكن الأولوية كانت دائما لأبناء الدار. أنا نحكي على مستوى الإعادات اليوم، خليكم موجودين في الصورة كمان. بيان سيغ موجودين. أنتم فرحانين بها الإعادات. بالطبيعة. ما خديتوش منها حتى فرنك الإعادات. وشكون باش ياخذ؟ ما ناخذ حتى شيء، احنا ما خديناش في وقته باش ناخذوا توا وقت اللي سخنوا في البيت. يا ما ثم شكون عنده موقف سلوى محمد من الإعادات يقول لك اليوم باهي يا سيدي أنك تعاود مسلسلات قديمة، أما هذا وراه فقر في الإنتاج زاد كيف. احنا ما نعرفوش اللي عندنا فقر في الإتاب، احنا عندنا فقر في كل شيء. اخي بلادنا عندها فلوس توا باش اذا وطلب زاد توا 4 ولا 5 سنين ما عملنا حتى مسلسل. انا توا الناس بتسالني برشا وسؤالات تحيرني وتقلقني خاطر ما لقاليش اجابه. اش بيكم ما تخدموش؟ احنا قبل كنا نخدموا مع مخرجين نتاع الاذاعه والتلفزه، مع زملائنا، مع مشروع نتاع الاداره هي اللي تجيب المسلسلات، مش تخدموا سنه كذا كذا. توا 5 سنين من قبل الكوفيد ما خدمنا حتى مسلسل، حتى المسلسلات اللي يتعداو على طريق التلفزه الوطنيه تعملهم شركات البرة، والشركات اللي برا ما يعرفونيش وما نعرفوهمش. دونك كل حد يجيب جماعته يخدم بيهم، وبعد يجيب يبيع المسلسل للتلفزة الوطنية للبث، ياخذوا عليهم حق البث كاو، لكن ما مش تابعيننا. كانت الوكالة الوطنية للنهوض بقطاع السمع البصري اللي هي كانت تقريبا تنتج في المسلسلات. إيه على كل حال يظهر لي جيل آخر جديد وعقلية جديدة. سيفي أنت يا حسرة، ما عادش أنا توكي حتى كي ندخل للمؤسسة التلفزة الوطنية جمسون اتخانجير ما تلقى فيها حتى شيء من اللي كنا نعرفه. كل شيء تبدل، كل شيء تغير، سيستم تبدل، الناس تبدلت، كل شيء. رغم انك في بداية الحديث سلوى محمد قلت انا اليوم مازال نحب نزيد نخدم، نحب اليوم ثم برشا ادوار زدك ربما ترى روحك فيها، شنو الادوار؟ خلينا نسألك سؤال بالعكس، شنو الادوار اللي تقول ادوار حياتي، ادوار كاريري، الدور اللي يقعد لي في البال من الأعمال اللي عملتهم طوال 50 سنة؟ والله برشا
برشا مسلسلات، برشا افلام، برشا عامله برشا سينما، ما تنساوش اللي عامله 44 فيلم عامله، معناها فرنساوي، امريكاني، مغربي، مصري، برشا معناها اما الدور اللي انت بينك وبين روحك تقول هذاك دوري، دور الكاريير اللي من الادوار اللي ما ننساهاش في حياتي. والله انا يفكروني فيهم الجمهور مش انا، خاطر انا كل دور نخدمه نخدمه بحب معين وبطريقه معينه اللي يخلي لي ان غران سوفينير بالنسبه لي انا. وطريقه العمل وطريقه التصوير والكيب اللي معايا الكلها سمماخ، ما اللي فكرني في الحاجات هذوما هما الببليك. الببليك شد مثلا حبيقه، شدها في مخه ما ينسيهاش، وقت يقول سلوى محمد يقول فيلم حبيقه، شد منام تاع روسيه، شد زعرورة اللي حد ما خلطت عليها جو سي سور فو توس فو زيت دي جون هنا ما نتصورش انكم خلطتوا على زعرورة. انا نتصور خلطت عليها تفكرهم كلهم. عم استعمل عام 68 نتصور خلطت عليها عم سهلة زيت صغير شوية زيت صغير شوية لا مش مولودة اي. وانا كنت كانت عدى قدام مكتب صغار يبداو يعيطوا يا زعروره زعروره زعروره. وجاتك فرصه باش تقر في مصر؟ اه جاتك فرصه للذهاب لمصر معناتها مشاركه في افلام مصريه؟ ماشي انا جاتك فرصه جاتك فرصه مع نور الشيخ انا جاتني فرص لامريكا مش لمصر، لامريكا. يعني كنت كنت معروفه بجمالك مدام سلوى. الحمد لله ملك جمال تونس جميله مدام سلوى. يعني جميله ذاك عربي الى جانب الجمال يلزم برشا حاجات دو كوتي، زاد يلزم تعرف تتكلم، يلزم تعرف تتعامل مع الناس، يلزم تعرف تتصرف برشا حاجات. شو يتبدل في الدراما التونسيه سلوى محمد؟ شو يتبدل بين جيلك انت اللي خدم الدراما وبين دراما توا اللي قاعده تتعدى؟ شنو اللي يتبدل فيها؟ كل شيء مثلا كل شيء طريقة معناها أخذ الممثلين كيفاش ياخذوهم منين يجيبوهم، برش حاجات ما عادش تعجب بصراحة، ما عادش فما كيفاش يقولوها تغربيل، لازم التغربيل مش منهب ودب وهكيكة معناها على بعض يطيحوا قيمة العمل. ساعات تلقى سيكونس كاملة فيها واحد ولا واحدة تطيح لها صعدة. يعني انت مثلا حكيت على التغربيل، هل انت مع الموجة متاع انه اليوم برشا وجوه من الانستغرام ومن مواقع التواصل الاجتماعي تكون موجودة في المسلسلات؟ مش هذا برك. انت معها ساعر ماكش معها؟ ضد توتا في كونتر كوم جو سوي كونتر الناس اللي يجيوا وليوا صحفيين واعلاميين وهما ماهوش قارين ثقافه وما صحافه وعباد باش هيدها سيزون ستون بعد الباك قارين صحافه بطاله صعب في مالو كوغ. يعني كنت تذكر في الشباب تميز في الفلوجه فيه منه من اللي جاء من انستغرام. انت صدق اني انا ما نعرف حتى حد منهم، ينجموا يكونوا هذوك من الدرس نتاع التمثيل. اذا كان ابدعوا برافو، اذا كان هما ابدعوا فبرافو، اي سي دو للمخرجه اللي عرفت كيفاش تستعملهم باش تقدمهم دكتور زاده فوالا. وثما ازمه نص برايك اليوم؟ عندنا ازمه نص في تونس في الدراما التونسيه؟ لا ما عندناش ازمه النص. ليه مش ما عندناش النصوص وما عندناش كتاب. الكتاب نتاعنا وينهم؟ اي بورتو مازالوا حقين، ربي يطول في عمارهم وربي يفضلهم. وينهم؟ ما فهمتش علاش. صم في مالو كوغ، ساعات تلقى الكاتب معناها تلقاه كاتب النص كاتب السيناريو ومخرج ومنتج مع بعض. كومام كومام مش معناها هذا الكل ما نجمش، يلزم كومام شويه تخصص، يلزم كل حد يتلهب ميدانه باش نجموا الميدان هذا نقوموا به. سلام محمد، وين باش نجموا نلقاوها في الايام القادمه؟ هل ثم مشاريع قدامك؟ هل ثم عمل في الاذاعه اليوم؟ وين مشاريعها القادمة؟ الإذاعة نفس الشيء، السنة ما عملنا حتى مسلسل رمضاني، مستأنسين نعملوا 4-5 مسلسلات في رمضان ونشاركوا فيهم الكل. السنة ما فماش شاركة في أكثر من 250 مسلسل إذاعي. فماش فلوس ما نجموش نحكيو على الإنتاج في وقت للدولة أصلا. الدولة كون جو دي الدولة سافاديغ بوكو تشوز، الدولة ما عندهاش فلوس. احنا باش نجيو ونحكيو على الفن، أعطينا نلقاو ما تاكل العباد الساعة ونلقاو باش الدنيا تخدم والكوميرس يتحرك والفلاحة والاقتصاد يتوصى، بعد باش نجمو نلقاو غذاء الروح. ما نجموش نحكيو على فن في وضع اقتصادي صعيب. بيان سور سي تري امبورتون. جملة تقول كل شيء. على كل كنا سعداء باستقبالك سلوى محمد وحضورك بحذانا معنا. كل بليزير بو موا، نشكركم برشا على الاستضافة. على كل حال سام في بليزير باش دو طون زون طون نشوفكم هكا
وجوه نيرة يا جون محليهم نحن زاد برشا أصحاب شيمة خلي على جنب محمد صالح اليوم انتم زملاء شيمة دونك ولادي وبناتي نحن حيوها شيمة زميلتنا زميلة عزيزة علينا قالت لي حبيباتي وأصحابي الكل مرحبا بكم اي هذوما اللي قارين معاها واللي تخرجوا معاها واللي يخدموا معاها في كذا هذوما اللي يلزمهم يخدموا مش نلقاو دي كرونيكوز في المنابر الكل وفي الدنيا الكل ايوه هذو ماشي يعملوا معناه نبدلوا الخدمه نحل لكم هنا طلب زبط سامي على العالي اقعد معنا سلام محمد.